لكن ما أنت واحد واحد كذا بني سا قوانينتي الشرعية أتشل ديس أنا كذا بني سا لو أركا أديك أو حاتر بتاع إن أنا جي أبيوس كريس كمان يجي له وي أبيوس كريني سا ما جفت no way no you want to abuse me and then I'm not going to no قال شعبي ملحوينك مو ويتين معنا أنا واحد كويتين يا واحد تاي هرت هل كي سؤال لنا دقيت جواب ترى سؤال شيء ده واحد تاي specific واحد تاي ما هي specific سؤال شيء عربي واحد تاي قولها حكومتي حل جالسين شرتي إلا بدأ برود إنترنت وزارة وسجاي أما لقى سجاي ملحوينا معهم ترى فرماج قال حكومته حد كل دليلي شرتي وحكومة حل جارسينا شرع مصر صار كرتوا حمام مقعاب كرتوا وبادل هدنا رئيس الوزارة متشو قول حل جارسينا ماشي تاجر أديك بعد قال ده يوم بينك كشك تكمل هاي لكن وحن كوشجع يمين السجاي سيدي وحن كده هاي هدي عاد اللبا أحرمات بسبب هدي سيد أو كم بارت في أتمنى سيد وإني سمين سيد اللبا ده العاق سيستم كأنك هذلاينه والسيستم هي أديس الشرع دي جنت إيه هي أديس فلنتو أي هين إكسباير أو ناي إيه سيستم هي أديس الشرع دي جنت إيه هي أديس فلنتو أي هين لجيتمس أما شرعيين وحاجة تمركة بروسيس أو كلام بروسيجر وهاي لاو كلام مركة أما هبرع 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 عن كلامنا مركة مركة هبرع وهدو كلدين وكوشيغا وحان كودا وحو قدا كرا مرنا مركه وحا لا شرحايو مرنا وا بوليتيكال انتربريتيشن مرنا وا ليجل انتربريتيشن مر وحا لا شرحا سياسات مرنا وحا لا شرحا قانون دينا قانون كو ولي ما شيغان ما نشرحين دينا ان كهدلاي انو ان شي ان ان قيحايو وا بوليتيكال انتربريتيشن اما التفسير السياسي التفسير السياسي شليت فيري سببت أن أديدي إن شلي سبعي دقيسو أن أديدي إن حكومة هالجارسينتو وحصو مسارك رت أن أديدي إن وحان أجين إن يسنجرين هي أت هدي قرده معناها إن كيس إن أنكو لما أنكو لما ما واجري ما برلمان أنكا وحان كلها هي برلم ما برلمان هدوسن برلمان كل شرعي أو سنهاين أو سنجرين مدحويني مركز حافز كيف فديانا أنا نجرين يا ودك أتلينا يا ودك أتلينا جني أتليها أن كده قلمين أديهن وروحان وشرعي معها وبرك اسمع معها حتى كان ما اسمع ما اسمع عبد الله فرماج معها حتى كان مدحوينا محمد عبد الله فرماج إن حلك كوريجيو مدحويني ميل فقارة مدحويني حسن شيخ محمود إنه حلك كوريجيو أو يرى هذا ما أنت حلك كوريجي محاكيني كرتاس هدول سنة جرين بمدحويني وحاكيني كري وحاكيني كري قول شعب سوماليا أيا سيس من وحي أكل الدورتين لبعتن إيا السقال مدن أو سمناي أو مشرح مشرحين تأيوني كانوا كسور نحبحي نين كان ما دام أو أمانة لغة هاي لكن وقت كده عوسي هاي أمبو ماشي سيجوجي شرعية أو كحكومة ما جفتوا الدستور كصومالية وأكو شيء وحان كله حكومة هي وذكر إلان عيد حكومة سوى حا كريسس كان الجلي أو لا دعالمي أو ليش كدري تجاي أو لولا وريه أو دارا شدي هي أمان كي أنتي معمول قبلة دي مادين سمع مال أو سياسيين لولا وريه سومي إن فرماج حكومة فيري سك فرماج هذا حكومة لك اسمع ماي اسمع فرماجو فرماجو أرتا حكومة حكومة ما كنت دودين وح أنا كنت دودين أنا وح إيه تاعي حكومة ده هذا إن حسن الشيخ محمود أنت أوجو ما فيري سعومي دقيسو حكومة ده هذا تاعن إن أي مقعودو نسا أو أي سو صارتو شرع مولادة مسومرة هذا ما شرع مولادة مسومرة هاي هاي adigu ma rabtid inaan waxaan ku sheedeyso adiga meel baa ku wacad hage iyad ha ku wacad inaad laba system oo aan isku mid ahayn inaad simtid sababtu ay tahay shalay markaan dhahaynay hey adaan oo xil gaarsiintu wax ma magacaabi karto waxaan jirin sida u dhigayso waxaan jirin sharci ilaaliye ma jirin number 2 sida u dhigayso ha kal damin iska fiiri dowladdu ay ceyr maaha number 2 ma jirin هي أتسرع الدج أو هي أدى فلنت أتها أكونتبل وحد يعكر تمركة مركز مركة باور كإن الأبيوس جري حدا كوت ما هذا مركة نينك عليه لأن دي سلام مجا عاوي حدي برسيجة كحكي كل ديهين هي أدى لهات كرجوكتين أقولي شعبك أو لجيت ميسيا جوكت وإني أيجو دمان تجريان
oo ay yiraahdaan anagoo ah ma ayu xaq ma u lahayeen kuleey golahan wasiirada xaq ma u lahayeen xilligan la joogo xaq ma u leeyeen inay heshiis caalami ah wax ka sameeyaan xilligan la joogo inay qad cid proposal aan ku soo gudbiyaan xaq ma u leeyeen horta iga jawaab mid aan rabin iga jawaab taas waa haye xaq ma u leeyeen mas umal hama aha hadii hay'ad fulinto ay political action ay sameeyso oo ay ficil siyaasi ay sameeyso waa inay jirto cid dul joogto oo haday qaldamaan qabata haday saxayeen abruf gareysa yesterday marka fiiri marka meesha u socod dowladu saas maaha yesterday ama shalay hay'addan fulinto haday qaldamanto ma jirin cid saxda saas darteed waa in laga joojiyo hadda waxa ku saar markaa suug marka hadda adiga lagu weydiiyay hadda ku sheegay hadda hadii qaldamaan suug markaa may hadda adiga lagu weydiiyay adiga waxaan ka rabaa hadii qaldamaan horta su'aashii aan ku weydiinay hal qodob weey inaa ogaatal rabaa su'aashu waxay tahay golahan xukuumadda baarlamaanka dib ha noo ahaado adigu ma aaminsan tahay nin intaas siyaasad ku soo jira tahay nin intaas falanqeyn siyaasad ku soo jira tahay ma aaminsan tahay sharciga ay soo gudbiyeen inuu sax yahay iyo hadday qaldan yihiin hay-ad ayaa loogu talagalay inay saxdo ama qabato marka shalayto hadday wax soo gudbiyaan maadaama cid qabanaysa aysan jirin waxaan ka cabsi qabnay inay baawarka abuse gareen oo isqaldan u isticmaalaan today hadalkaagu waxaan u qaadanayaa today isbax hadalkaagu waxaan u qaadanayaa hadalkaagu waxaan u qaadanayaa in golahan xukuumadu xilligan la joogo sharciyada iyo magacaabista ay soo gudbiyaan ya in ayna sharci ahayn aan u qaadanayaa xaga inay sharci tahay iyo inay sharci ahayn ma aha waxay tahay sideeda dowladnimada markii la sameeyey Sinis Montisco oo kala saaray dowladnimada oo saddexda hay-adood la kala saaray si aysan isu dhex gelin hay-adda fulintu haddii ay qaldamanto waxaa la qabashadeeda hay-adda sharci dejinta. Okay, maanta waxaan leenahay hay-ad sharci dejin aan leenahay oo proseska hay-adda fulintu hadday qaldamanto qabanaysa maxaa loogu gudbiyaa xasan adiga waxaad u dhaqmaysaa sidii street baan u dhaqmaysaa waxaan u dhaqmahayaa adigu hadda waxaad tiri hay-addii saxiilad maxaa loogu gudbiyaa gudbin maaha ayagaa laga rabaa ayagaa kurjoogta ah ayagaa laga rabaa hadii khalad jiro inay qabtaan saan ka gudbina mid kalaan kaa rabaa waxaan rabaa qodobka kontan iyo sagaalaad ee dastuurka waxa uu dhigayaa in dhibaanka uu qaban karo oo keliya xil wasiir wax kale uusan qaban karin ma qorayso mutadawacnimo ma qorayso hebel ma qorayo hebel waxaan qodobkaasu u qoran yahay ayaan u akhrinaynaa qodob kaloo burinayana meeshaan ma yaallo marka ninka xil dhibaana oo weli xil dhibaankii haddana xilkiisa yahay sida ergegii la magacaabay iyo taliyaha niso la magacaabay oo weli xil dhibaano ah sidaad u aragtaa waa arkay niman oo kursiga xil dhibaanimada raba inay dumaalaan oo suuqa Facebook wax ku soo qoraya oo wax barabagaan ay waa arkay laakiin waa niman raba kursiga inay dumaalaan marka nin raba kursiga inuu dumaalo wuxuu ka hadlow hayaa waa rabitaankiisa waa hee rabitaankiisa laakiin adiga arrimaha kugula taliyaa arrinkaas si uu ugu cadaado nimanka raba maya saarad la talinaya maya adan ku taliha sababtu waxay tahay nimanka raba fiiri kuulo maya meel fi arab ku hayo horta su'aashaydi inaan ka jawaab taa raba maya fiiri anigu waxaan u baahanahay kala maaha dadana daawanaya aniga inta aniga mari inaad iga hadasho maya laakiin waxaad leedahay inaad ka hadasho maya xaaladda su'aasha lagu weydiiyay marka waxaan markaa waxaan rabaa waa kugu celinaa su'aasha maya su'aashan kugu celin maya markaa waxaan rabaa okay maada fahmin Umar ilay aan u fahm ma dad fahmtay su'aashii galay jawaabtii waxaan rabaa nimanka oo saaxiibadeeya oo raba kursiga Cabdiraxmaan inay dumaalaan inay banaanka la soo istaagaan inay rabaan kursiga inay dumaalaan taas waa mid
waxa ku sortay maba aadan arag dadkaas dad inay tubaala raba ma aad arag laakiin hadda adiga mid aan kulay may horta mid baan kulay anaga waxaan ka hadlaynaa wax sharci ah oo aan leenahay may horta fiir wax sharci aan ka hadlaynaa sharciga aan rabno inaan ka hadalno wuxuu yahay qodobkaas aad taagan in sharciga Cabdiraxmaan kursigiisa la dumaalo iyo in la dumaalo kursiga ninka lagu magacaabo ma hadsalaad ma taagna ee sharciyay taagan tee ka hadal hadal hal arrin kama hadlayo waa muwaafiq ma hadsalaad asagu xil dhimanadu asagu waa weeha taasina kama hadlayno taasina kama hadlayno soo ma fahmin maadaama oo digreetaas ku magacaabay digreetadu waa wax la jitimis oo sharci ah waay marka halkaasna ka hadal midda waa u soo laaba Cabdiraxmaan midda mahadan rabaa inaan ka iskaalad bixiyo waxa aan adigu aan ka doodayna wixii ahayd procedureka magacaabida ee kama doodayn inuu mahad si ahaanay xil dhibaan oo taliyaha niisa ah inuu ni si aanin kama hadlayno almost xildhibaan mahad xildhibaan mahad salaad kursigiis ragii rab inay dumaalaan ha u deer garoobeen laakiin taliyaha niiso waxaan ka hadlaynaa hadii qaabki processka loo maray hadii wax ka qaldanaayeen waxaan ku dhahay hay'adda korjoogteynta kule ayada ayaa waxaa la rabaa inay ogaato waad ka hadashay waa ninka la yiraahdo mahad waad ka hadashay because adiga waa qaldow haysa si qaldan u dhigoysa arinka mahad si qaldan u dhigoysa waad si qaldan u dhigoysa waad ka dhigaysaa inaan wax inoo saxnay oo soo kale arinka Cabdiraxmaan uu imaad markaa arinka Cabdiraxmaan marka la leeyahay xil horta waxaa loo jeedaa xil fulin oo qofku uu leeyahay waxaan sameey waxaan ha sameyn budgetka dawladda ku jira miisaaniyad leh la xisaabiyo golaha shacabiga u baas gareeyaan la xisaabiyo iyo shuruuc dawladeed oo ku shaqeeyo maadaa asaaka qeexaya mise annaga xeerosaadka dastuurka ka hadlayna may hada xeerosaadka dastuurka ma ka hadlayna mise adaa wax noo sharaxay fiiri dawladnimada maya qodobka 19aad muxuu dhigaya fiiri dawladnimada waxay qabtaan ku sheega adigu waxa waa inaad iskuul gashataa haye dowladnimadu waxay qabtaa asal ahaan saddexdan hay'adood ee aan ku sheegay ayaa dowlad ah wixii aan ahayn waa supplementary waa dadka maaragtay oo farmashiyalka hadda tagto vitamins maaragtay oo supplementary maaragtay oo dadka haday cunaan waxoogaa qurqurxinaa laakiin aan daawo ahayn in fact waa supplementary dawladdu waxay ka kooban tahay saddex hay'adood ciddi aan saddexdaas hay'adood mid kamida kamid ahayn xilkiisu xil dawlama inuu wuxuu dekreto ku magacaabo oo go'aan iyo qaraar ku soo saaro la tariyaashisa la tariyaal iyo ergey labay kale yihiin marka waxaan ka rabaa su'aasheedu waxa ay tahay waxa weeyaan baarlamaanka Soomaaliya maanta waan tagnay waana soo wareysan xildhibaan dhammaantood waxay isku raaceen xil aan wasiir ahayn inuusan qof qaadi karin ha soo saaraana qaraar marka weeye wuxuu ku saabsan yahay waxaan rabaa xiligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nin aad iyo aad u critic badan oo macnaha aad laakiin maanta waxaad ka gambanaysaa qawaaniintii iyo sharcigii aad sala dhaysay inaad ka gambanaysaa loo arkaa adiga waxaad rabtaa inaad anigii abuse garayso kaamana yeelay way abuse garaynaysaa ma jirto no way no you want to abuse me and then I'm not going to no wax sharciye oo cad oo qaanuun ima weydiino waxaad rabtaa inaad abuse garaysid adoo iga faa'iideysanaya duruufta mana kartid qawaaniinta waxaan rabaa qodob dastuuri ahaan ku weydiiyey qodob dastuuri ah qodob burinayana ilaa ma imaanaysa maya adiga waxaan ku dhahay
يا قابلسن إلى لنت الشروع ده إيه قوانين تيا قابلسن واشيكت بارلمان كاتب حسوا قرآنه إن السداسي أي صحتها وكل شيء هنا لكن جتوا شيء جتيه ما أنت ما حدش شيء جتيه دستور كتير لي وعنكو شيء جري اسمع دي اسمع جيدا وعنكو شيء جري قطب كبقول يلا باتني التضابط إذا ما دو إني كبرنا ين سياسة ده قطب كسجاش يكوبات من حلك ما دو إنه إنه يها أفر سنة قطب كل حدنات حلك قولا شعب إنه يها أفر سنة كل شيء جري أنا جماعة واحد عديك أدوات أبيسين أبيسين قطب بدان على دستور كم جيت الدنيا نعم ناديك أبيسين أقوله مية يوان أبيسمي أدمن كأجر هالجرين يا هدي أتصل وأركب وحن ربع ما 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 وحن ربع مية 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 رال نقو بروفيسوري وحن ربنا ورئيسين ما ورئيسين وما ورئيسين شرعية ولا جوكين شرعية دين أقعنا حضرت أنا أنا كبرد فيري أي أصلا بن نو if you want هدي أخر لا أنا كبرد أنا استعمله it's okay مية مية أنا صلا بن وحن وحن كوس صلا بن هنا مرول با قفكو هواية of course ما أنت نوقتها وهي أتشلها of course وجدنا هذا سؤال شيء عن كويتنا وحيتها دولة بني هذا حسن شيخ محمود حل كله وريكتي waxaa jirta hadii waxa day qabtana dadku ay ku raaci doonaan hadii ay san qabannina aynu ku wada qariri doonaan midaas